يا جنود مقدونيا، إن قوات البربر تحاصر مدينتنا. هذه المدينة التي لها تاريخ مجيد وتضحيات ضخمة في سبيل الدفاع عن أراضيها من قبل الغزاة الطامعين في أرضها. إنهم يفوقوننا بخمسة أضعاف، وسبيلنا للنصر عليهم بأن يقتل جندي من اليونان خمسة من البربر، فهذا سبيل النصر. إنهم يفوقون بقوة العدد والسلاح، ولكننا نغلبهم بالعزيمة والعقل. فعلى كل واحد منكم بأن يقتل خمسة منهم لأجل النصر. ويا جنود مقدونيا، ارفع السلاح، ارفع دروعكم، جهزوا أنفسكم لتقاتلوهم، تقدموا البوابات.